تحقل قمة بطولة الدوري على اعتبار أنها تجمع ما بين متنافسين أزليين لدينا هنا في الكرة المحلية ما بين السد والريان في مختلف الفئات السنية. التنافسية دائما ما تكون حاضرة، إثبات من الأفضل يكون حاضر ذهنيا في للاعبي كلا الفريقين سواء للسد أو للريان. هنا بداية سريعة لمصلحة الريان، يدوب في الثواني الأولى، ممكن الكرة الخطيرة لمصلحة الرهيب. عدة مرة النقلة الماضية أمامنا على الصورة عبد الرحمن شير، لكن نقلة بينية ممتازة من خليفة المسيفري وصلت إلى عبد الرحمن، ما كملت للريان. أول الفرص الخطيرة بالنسبة للرهيب الرياني، يعاني في هذه المباراة من نقص كبير يقابل السد، والآخر أيضا لديه غيابات عدة وقادم من خسارة كانت قاسية أمام صقور برزان أمام مصران، وبالتالي رغبة التعويض حاضرة للزعيم، رغبة الانتصار كذلك حاضرة للريان اللي يهاجم خليفة، تصويبة من خارج المنطقة عند حارس المرمى درويش الشرشني. لاحظ النقلة، الريان يبدأ سريع جدا، الريان يبدأ بضغط عالي جدا ودربكة واضحة في الخط الخلفي بالنسبة لنادي السد. خليفة المسيفري يظهر مجددا على الصورة، يعني في ظرف دقيقة يا دوب، دقيقة فقط، فرصتين على التوالي تأتي للريان. هنا الكرة عائدة للسد خارج أرضية الملعب، واضح تماما الدقائق الأولى والبدايات تقدم لنا ربما نظرة مبدئية أننا سنكون أمام مشهد هجومي حاضر ما بين الفريقين. الأهداف لا أعتقد أنها ستغيب، الريان كاد أن يسجل مبكرا كما ذكر أمامنا على الصورة عارف عوض مدرب نادي الريان في لقاء مع الزميل صالح الحمادي قبل بداية المباراة، ذكر أنه محضر مفاجأة، قال أنه محضر مفاجأة للسد. المفاجأة ربما بهذا الضغط العالي اللي نشاهد الريان يبدأ به اللقاء، فرصتين كاد أن يتقدم بأسرع أهداف بطولة الدوري لكنها عدت ومرت. عموما الريان يتواجد على يمين السادة المتابعين، الأحمر والأسود اللون الطبيعي بالنسبة للرهيب اللي يبدأ به اللقاء. لدينا أحمد حسن في حراسة المرمى، سيف الدين شعلان، عبد الرحمن شير، محمد طالب عفيفة، علي أحمد اليزيدي، علي محمد العبيدي، خليفة عبد الله المسيفري، مسعود محمد الرحبي، عبد الله خالد، جابر محمد المري، وخالد علي. هي تشكيلة الريان، بينما على اليسار الزعيم السداوي هو الآخر بلونه الأبيض والأسود المعتاد، درويش الشرشني في حراسة المرمى. لدينا علي حسين الريامي، أحمد محمد ضيف الله، خالد بدر اليزيدي، طلال إبراهيم فرج، عبد الله بدر اليزيدي، فهد حمد، خالد حسين الريامي، عبد الله عبد العزيز الأنصاري الحسين، عبد الكريم المالكي، ويوسف عبد الرزاق. هي تشكيلة السد وخيارات المدرب ملود مذكر. حكم المباراة طبعا اللي يدير اللقاء تحكيميا محمد ناصر، مساعد الأول عبد العزيز اليافعي، المساعد الثاني جابر العطوي، والحكم الرابع جمال حسن، بينما مقيم الحكام الكابتن محمد جمال. هنا اللقطة الماضية المحاولة محمد طالب عفيفة الشقيق الأصغر للاعب الريان السابق ولاعب الأهلي الحالي عبد الله طالب عفيفة حاضر بقميص الريان، ولكن لدينا انطلاقة تأتي مجددا لمصلحة السد. تقطع سريعة ريانية في وسط الميدان من الطرف الأيمن، خالد علي ينقل الكرة تصل إلى عبد الرحمن، عبد الرحمن شير يملك كرته، يحاول التقدم، بينية ممتازة لمصلحة الريان في وضعية هجومية كانت ممتازة للريان الكرة الماضية، تقطع تعود للسد من الطرف الأيسر. يوسف عبد الرزاق يحاول التقدم، يوسف ينطلق من الجبهة اليسرى، قائد الزعيم يوسف، يا سلام، هو توغل بشكل ممتاز يوسف عبد الرزاق لاعب المنتخب الوطني للشباب طبعا وقائد نادي السد، يتحصل على اول الركلات الركنيه لمصلحه السد. السد بعد هذه الركله الركنيه اللي يتقدم لتنفيذها خالد اليزيدي، خالد اليزيدي هو الاخر الشقيق الاصغر لصالح بدر اليزيدي، كرة ملعوبة على القائم القريب لاعب السد سابقا ولاعب المرخية حاليا صالح، بينما خالد بدر اليزيدي مع شباب السد صاحب الركنية الماضية تبعد من دفاعات الريان. السد بالمناسبة في هذه الفئة العمرية هو حامل اللقب في النسخة الماضية وبفارق كبير جدا عن أقرب المطاردين، وصل إلى المباراة النهائية في بطولة الكأس لكنه خسر النهائي أمام الدحيل
بالمناسبة يعني في الموسم الماضي ما ظهر بكامل قوته فيما يتعلق ببطولة الدوري نظرا لأنه استعان بالفئة العمرية الأقل جل مباريات الدوري، لكن لما عادت إليه الكتيبة الأساسية الدحيل عاد في بطولة الدوري في نهاياتها وفي بطولة الكأس تمكن من حصد اللقب بأسمائه الأساسية والرئيسية. رامي التماس تأتي أمامنا ملوت مذكر مدرب نادي السد، في المقابل هنا سليم يفلح مساعد المدرب، بينما المدرب هو عارف محمد. كرة بنقلة ممتازة داخل منطقة للسد، خطيرة، هي جول، أوه برافو، ممتاز في اللقطة الماضية أحمد حسن حارس المرمى، ردة فعل ممتازة لأحمد، ممتازة لاحظ المرور بشكل الله 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 على الكعب والخطأ الدفاعي في التغطية، التصويبة من على مشارف منطقة الجزاء كانت حاضرة بأقدام عبد الله الأنصاري، وبرافو برافو ردة فعل ممتازة وتغطية زاويته بشكل ممتاز حارس المرمى أحمد حسن، يبعد الكرة الخطيرة الماضية للسد إلى ركلة ركنية. عجلة السد الهجومية بدأت بالدوران وتشكيل الفرص الخطيرة، يتحصل على الركنية، تنقل الكرة على القائمة الثانية لكنها تبعد، تعود ارتداد ربما لمصلحة الريان، نقلة واللمسة لم تكن مثالية في الكرة الماضية وبالتالي المرتدة لم تكتمل للرهيب، تبعد من الدفاع إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس تأتي، رمية التماس تأتي لمصلحة الريان، نقلة ملعوبة. من الطرف الأيسر يوسف عبد الرزاق، هتأخذ في اللقطة الماضية ما بينه وما بين فهد حمد لكنها لا تكتمل، أيضا خاطئ الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تتحول مباشرة إلى رمية التماس. هنا أمامنا يوسف عبد الرزاق أميز وأبرز اللاعبين بالنسبة لنادي السد في الخط الأمامي، وأعتقد أنه سيكون مصدر الإزعاج الأول على دفاعات الرهيب. كرة بنقلة تعود لمصلحة الريان، جابر المري ينقل في الطرف الأيسر باتجاه عثمان شيل، يغير مكانه، كان في الطرف الأيمن الآن يلعب في الطرف الأيسر بالنسبة لنادي الريان. النقلة الماضية كانت من جابر المري أمامنا على الصورة لكنها طالت، أيضا تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى تاتي لمصلحة السد، ركلة مرمى درويش الشرشني على تنفيذ ركلة المرمى، رغم أن المباراة فيها أداء هجومي عالي لكلا الفريقين سواء للسد أو للريان، لكن الأهداف ما زالت غائبة واستمرارية الأداء بذات الطريقة أتوقع أن الأهداف مسألة وقت ليس إلا. نقلة في الجبهة اليمنى تعود لمصلحة الريان لكنها مقطوعة للسد، بداية هجوم يوسف عبد الرزاق يملك كرة، يوسف ينقل الكرة في الطرف الأيمن، حاضر عبد الله الأنصاري، عبد الله كرة بينية مقطوعة لمصلحة الريان، صراع قوي في الوسط، تنتهي الكرة الماضية بصافرة وخطأ، أيضا خطأ هنا أمامنا على الصورة علي محمد العبيدي شقيقة الأكبر حمد العبيدي اللي هو الآخر بدأ مع نادي الريان حاليا بقميص السلية، أحد المبدعين المتألقين في تشكيلة الكابتن سامي طرابلسي مع الشواهين اللي يقدم موسم استثنائي هناك في دوري نجوم قطر. كرة في الطرف الأيسر استثنائي، لا لأن سبق للسلية وأن قدم موسم مشابه وحاضر مع مربع الكبار، أداء ممتاز آخر يعكس أو بعكس ما كان عليه السلية في الموسم الماضي الذي صارع من أجل البقاء، حاليا لا هو أحد أضلاع المربع وأحد الأربع الكبار في بطولة دوري نجوم قطر مع نهاية القسم الأول. كرة في انطلاقة وسط الميدان حاضرة للريان، فيها تصويبة من بعيد تصل سهل الكرة الأخيرة إلى داود الشرشني، المحاولة كانت من علي اليزيدي لاعب نادي الريان علي لكن كرة أيضا وصلت وأبعدت من حراسة المرمى. تعود الكرة بنقلة فالطرف الأيمن حاضرة لمصلحة الريان الآن مسعود محمد، تتحول الكرة إلى رمي التماس لمصلحة الريان، غيابات بالجملة حاضرة في تشكيلة الريان، يعني نتحدث تقريبا سبع لاعبين من فريق الشباب بالنسبة للريان تحت 19 عام غائبين عن هذه المباراة، ثلاثة مع سباير، ثلاثة بسبب ظروف العمل، والآخر طبعا قائد الفريق اللي تعرض لإصابة علي سالم المري، نتمنى له إن شاء الله الشفاء والعودة، وبالتالي نشاهد الاستعانة الكبيرة للريان بلاعبين الناشئين تحت 17 عام، ثلاثة في التشكيلة الأساسية موجودين محمد طالب عفيفة وعلي ومحمد مسعود الرحبي وخالد علي،
ثلاثي من فريق الناشئين في التشكيلة الأساسية للريان، بينما الدكة بأكملها تأتي من فريق تحت 18 عام. أمامنا مساعد المدرب سليم يفلح على الصورة، المدرب هو عارف العارف عوض مدرب نادي الريان، لكن اللي موجود في المنطقة الفنية المخصصة للمدربين هو مساعد المدرب. كرة بنقلة بينية حاضرة لمصلحة السد ممتازة، لكن أيضا الأجمل لحارس المرمى أحمد حسن تصدى لكرة ممتازة جدا، نوم عن إمكانيات عالية لهذا الحارس أحمد حسن. خارج أرضية الميدان الكرة فيها رمية تماس تأتي لمصلحة الريان، هنا عبد الرحمن شير استقبال جيد، لكن أيضا تدخل دفاعي جيد للسد ومن طلال إبراهيم، الكرة تتحول إلى خطأ يشير إليها حكم المباراة محمد ناصر. الكرة الماضية خطأ وركلة حرة ثابتة حاضرة لمصلحة الريان، ملعوبة داخل منطقة الجزاء بعيدة عن الكل، هي أقرب إلى حارس المرمى درويش الشرشن. تعود الكرة بنقلة مجددا حاضرة لمصلحة الريان، السلام بشكل ممتاز، القطع والنقلة الممتازة، خليفة المسيفري طالت الكرة من أمامه، خليفة المسيفري تلقى تمريرة ممتازة في اللقطة الماضية لكن أيضا طالت من أمامه وفيها صافرة بعد ذلك، وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة أسد. كرة بنقلة داخل منطقة الجزاء، عبد الرحمن مجددا في المحاولة في اللقطة الماضية لكن تبعد من أمامه، تعود أمامية لمصلحة الريان. من الطرف الأيسر هاتخذ يوسف عبد الرزاق يحاول الوصول إلى كرة يوسف في اللقطة الماضية لكن أيضا أبعدت، تعود مجددا حاضرة للريان الآن، الانطلاقة من الطرف الأيسر بأقدام علي العبيدي، علي يقل الكرة أمامية محمد عفيفة لمصلحة الريان، كان علي اليزيدي لكن تبعد من أمامه، تعود في الطرف الأيمن لمصلحة السد عبد الله الأنصاري يعيد الخلفية من الجبهة اليمنى، الكرة الأمامية يوسف عبد الرزاق للسد، كنترول لم يكن بشكل جيد وبالتالي الكرة المقطوعة ريانية، عبد الله خالد ينقل الكرة ويملك كرة الآن، عبد الله خالد قائد نادي الريان ينقلها إلى عبد الرحمن شير، عبد الرحمن بنقلة ساقطة باتجاه المسيفري خليفة، لا تصل أيضا الكرة الماضية لا تصل إلى خليفة المسيفري، تبعد من الدفاع، الريان أفضل من ناحية السيطرة والاستحواذ والمحاولات الهجومية التي تستمر الآن، بنقلة داخل المنطقة تبعد أيضا من دفاع السد، تعود سريعة يوسف عبد الرزاق من الطرف الأيمن يحاول وحيدا تغطية دفاعية ممتازة في اللقطة الماضية لجابر المري بشكل ممتاز، الظهير الأيسر لنادي الريان جابر المري تغطيته وإبعاده للكرة الماضية. كرة بنقلة لمصلحة السد، تعود من الطرف الأيمن، كرات المتبادلة الآن ما بين لاعبي السد، وأمامنا على الصورة الجهاز الفني للسد وللريان والصراع خلف الخطوط، هناك ما بين الرجلين بطبيعة الحال من سيتفوق في الأخير، لكن أعتقد فيما يتعلق بهذه الفئة العمرية تحت 19 عام خلاص، يعني بالنسبة للمراحل العمرية في عالم تدريب كرة القدم عندما نتحدث من سن 15 إلى 18 عام، يعني نتحدث عن تعليم الأداء داخل أرضية الملعب بتنفيذ الجمل الفنية وبتنفيذ خطط المدربين وبمسألة تمركز اللاعبين، طرق الأداء داخل أرضية الملعب، يعني ممارسة كرة القدم الحقيقية في هذه الفئة العمرية،
بالتالي هذا هو الأهم بالنسبة للمدربين، كيفية تمكن اللاعبين من الأداء داخل أرضية الملعب بغض النظر عن النتيجة النهائية التي ربما تسفر عنها المباراة. هنا عبد الرحمن شير الكرة الماضية، محاولة الانطلاقة وطبعا الصراع البدني ما بينه وما بين أحمد ضيف الله، تنتهي الكرة بخطأ يأتي لمصلحة سد ولأحمد ضيف الله. نقلة وسط الميدان للريان، محمد عفيفة يأكلها في الطرف الأيمن إلى سيف الدين الشعلان، يلعب كرة لكنها خاطئة في وسط الميدان، تعود مجددا لمصلحة الريان. علي العبيدي، علي يقل كرة الخلفية إلى مسعود الرحبي، مسعود أمامية إلى محمد عفيفة، الريان يملك كرة الآن، يبحث عن محاولة تقدم ومرور لكن فيه ضغط على حامل كرة من لاعبي السد، يستردوها الآن في اللقطة الماضية، فيها صافرة وفيها خطأ خالد الريامي، والشد فعلا واضح في الكرة الأخيرة من علي اليزيدي، والخطأ لمصلحة السد ولخالد الريامي تحديدا. ملعوب الكرة من الطرف الأيسر مجددا إلى يوسف عبد الرزاق، السد في وضعية هجومية الآن، يوسف يقلها في الطرف الأيسر، ممتاز الكرة لمصلحة السد، ما زالت قائمة، اليزيدي إلى يوسف، تصويبة من على مشارف منطقة الجزاء لكن تبعد من الدفاع، أيضا تبعد من الدفاع، تعود للريان، انطلاقة سريعة، خالد علي يحاول من الطرف الأيمن، تدخل دفاعي موفق بالنسبة لنادي السد. صافرة طبعا والخطأ والركلة الحرة الثابتة لمصلحة السد في الخط الخلفي بعيدا عن أي إزعاج على طبعا دفاعات الريان. تعود الكرة مجددا ليوسف عبد الرزاق، يملك كرة يوسف، ينقلها بتصويبة من خارج المنطقة، سهلة سهلة الكرة الماضية لحارس المرمى أحمد حسن. نقلة مجددا في الخط الخلفي لمصلحة السد، مقطوعة ريانية من أمام علي اليزيدي تتحول إلى رمية تماس، جابر المري يملك كرة، جابر ينقل أمامية لكن تقطع، بنقلة من الطرف الأيسر سريعة للسد، يا جول 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 جول، أول يأتي للزعيم، أول أهداف المباراة السد يبدأها الآن الزعيم السداوي، وبواسطة قائده هو من بدأ الهجوم، هو من بدأ الهجوم يوسف عبد الرزاق، برافو بدأ الهجوم، الكرة وصلت في الطرف الأيسر، العرضية الأولى العارضة أبعدتها المتابعة، لم تكن من دفاعات السد، كان من دفاعات الريان، كانت من الهجوم السداوي يوسف عبد الرزاق خاليا من الرقابة، يسكن الكرة السهلة في شباك الريان، خالد اليزيدي لعب العرضية، اصطدت بالعارضة وتهيأت أمام الخالي من الرقابة القائد يوسف عبد الرزاق، أول الأهداف، أول الأهداف لمصلحة السد لمصلحة الزعيم، المباراة منذ بدايتها كانت واضحة أن الأهداف مسألة وقت، انتظرنا 19 20 دقيقة متابعينا الكرام لنشاهد الهدف الأول، الآن يأتي لمصلحة السد يوسف عبد الرزاق، هو من يفتتح النتيجة، لاعب ممتاز ومميز في الخط الأمامي ولاعب المنتخب الوطني، هو واحد اللاعبين اللي يجيد زيارة الشباك، احنا تابعناه في لقطة الهدف، بدأ الهجمة من منتصف الملعب وهو رأس حربة لاعب صندوق، لكن هنا الإحساس الكبير جدا بالمسؤولية
على اعتبار انه قائد الفريق والحركه الدائمه والرغبه في اثبات انه قادر على ان يفعل كل شيء في اللقاء. اخذ الكره من وسط الميدان نقلها وبعد ذلك انطلق الى منطقه الجزاء استلمها وفي شباك الريان انهاها عبد الرزاق او يوسف عبد الرزاق يتقدم للزعيم الان يتقدم للزعيم. صعب التكهن بنتيجة اللقاء. كرة في اللقطة الماضية أيضا تتحول على ما يبدو إلى رمية تماس يشير حكم المباراة. أو ركلة ركنية. ركلة ركنية تأتي مجددا لمصلحة السد. على يمين أحمد حسن. منقولة الكرة. داخل منطقة الجزاء كانت حاضرة. أمامنا طبعا جانب من لاعبي جهاز فني بالنسبة لنادي السد في المتابعة في المشاهدة. والسد يتقدم بأول أهداف المباراة. تعود الكرة بنقلة مجددا حاضرة للسد الثاني. الثاني ممتاز ممتاز. أحمد حسن يظهر على الصورة مجددا. السد أخطر السد أخطر في كراته. أحمد حسن الآن للمرة الثانية ينقذ كرة هدف ومع ذلك فالسد يتقدم بهدف. لاحظ هنا الخطأ في الإبعاد الدفاعي من دفاعات الريان. لعب الكرة خالد اليزيدي على ما يبدو خالد بدر اليزيدي. وبرافو برافو برافو للأمانة والله كانت رايحة كانت رايحة الكرة الماضية لكن برافو لحارس المرمى أحمد حسن يتدخل مجددا يبعد الكرة الماضية. أفضل السد من ناحية الأداء الهجومي. ويقدم نفسه بشكل ممتاز من خلال النتيجة المسجلة. يتقدم بهدف مقابل لا شيء للزعيم السداوي وتحصل على فرص أعتقد أنها أيضا كانت خطيرة حاضرة لمصلحة السد. سيبحث عن إمكانية التعويض والعودة إلى أجواء اللقاء. الأمر هذا لا يتأتى إلا بالهجوم والتقدم في الخط الأمامي. هذا ربما ما نشاهده أو ما سنشاهده في الدقائق القادمة من قبل لاعبي الريان. كرة في الطرف الأيسر لمصلحة السد تبقى الأمامية. يوسف في موقف تسلل فعلا في موقف تسلل. الراية حاضرة والركلة الحرة الثابتة أيضا تأتي. تعود للريان خليفة المسافري من الطرف الأيمن يملك كرة خليفة ما زالت داخل أرضية الميدان ينتظر الإسناد ينقل العرضية لكنها تبعد أيضا تبعد وتصطد بالدفاع والى خارج ارضيه الملعب. تتحول الى رمية تماس او ركله ركنيه. الكره الماضيه لمصلحه الريان. كره ثابته واحده من الحلول المتاحه في حال كره القدم. تاتي لمصلحه الريان. كره توقع داخل المنطقه ملعوبه ريانيه ممتازه لكنها مبعده ايضا. تعود بنقله
رمية تماس حاضرة. لمصلحة الريال. بيني عبد الرحمن شير يحاول والدفاع للزعيم بمبدأ الأمان بعد الكرة الماضية. نقلة من الطرف الأيمن. لمصلحة السد تتحول إلى رمية تماس. من الطرف الايسر مجددا لمصلحه السد. العرضيه داخل المنطقه مبعده من الدفاع وصافره تاتي بعد ذلك. تعود الكرة بنقلة وسهلة تصل إلى درويش الشرشلي. حارس مرمى السد يقل كرة أمامية. عرضية تلعب لمصلحة الريال تطول إلى خارج أرضية الملعب أيضا تتحول إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية للريال مجددا. الريال يحاول يعني ما بعد الهدف نشاهد أن كل أو جل فترات اللعب الريال يتواجد في ملعب السد لكنه لم يصنع الفرص الخطيرة الحقيقية للتسديد. تحصل على الكرات الثابتة دون ان تستثمر احداها الان حاضره الركنيه ملعوبه داخل المنطقه من امام الكل. اقرب للدفاع بمبدا الامان التشتيت والابعاد. تعود مجددا حاضره وقبل ذلك ايضا صافره. هنا امامنا المدافع المتقدم عبد الله خالد او لاعب وسط الميدان عبد الله خالد. التدخل الاخير فيه نوع من الخشونه والقوه ضد عبد الله بدر اليزيدي وبالتالي الصافره حاضره من محمد ناصر حكم المباراه يعلن عن وجود خطأ وركلة حرة ثابتة. ركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة الريال. تلقى الأمامية عبد الرحمن شير في الطرف الأيسر يملك كرتها مقطوعة من أمامه تعود للسد الآن في وسط الميدان. نقلة باتجاه عبد الله. راية موجودة أيضا أمامنا مساعد حكم المباراة الأول عبد العزيز اليافعي وعبد الله بدر وخالد بدر اليزيدي كان في موقف تسلل. خليفة المسافري للريان ينقل كرة تصويب خالد علي. كرة الماضية بشكل خاطئ هنا أمامنا خالد علي السبعة. التسديدة الأخيرة افتقدت للدقة وبالتالي تعتلي عارضة مرمى السد وتتحول إلى ركلة مرمى لمصلحة السد. كرة أخرى كان فيها هجوم آخر للريان الساعي الباحث عن إمكانية العودة إلى أجواء المباراة لكن حتى اللحظة هنا أمامنا الإعادة فعل تسلل كان حاضر وقدم خالد اليزيدي كانت متقدمة عن آخر لاعب وبالتالي قرار سليم لحكم المباراة.
في اللقطة الماضية. ملعوبة الكرة من الطرف الأيمن لمصلحة السد لحسين المالكي، يأتي الكرة سقطت داخل منطقة الجزاء، الخطورة ما زالت قائمة. خالد اليزيدي، يا سلام من أول من الثاني مر، يبحث عن إمكانية التبرير والمرور، خلاص في الأخير أخذوها واستردوها لاعبي الريان. من الطرف الأيمن طالت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، عدت وتحولت ايضا الى رمي التماس لمصلحه السد للريان. نصف ساعه لعب. متابعينا مشاهدينا الكرام، على انطلاقه المباراه في شوطها الاول، السد بثلاث او بهدف مقابل لا شيء يتقدم بالنتيجه حتى اللحظه. الريان يسعى ويحاول ويبحث عن امكانيه العوده التي لم تاتي بعد. تعود الكره بنقله وسط الميدان، تعاد الى حارس المرمى احمد حسن لمصلحه الريان. احمد يملك كرتها، يضطر يلعبها اماميه من الجبهه اليمنى الخليفه المسيفري. مقطوع الكره لمصلحه السد، يوسف عبد الرزاق لخالد اليزيدي. خالد ينقلها وسط الميدان، خاطئه. عبد الرحمن شير الان لمصلحه الريان. عبد الرحمن من الطرف الايسر، برافو برافو، تدخل دفاعي ممتاز ايضا في اللقطه الماضيه. تبعد تعود سهله الى حارس المرمى احمد حسن. لمصلحة السد نقلة أمامية ملعوبة وسط الميدان بشكل ممتاز. خالد الريامي يعطي الكرة لكنها تقطع، يعود في الخط الخلفي حارس المرمى أحمد حسن يملك كرته. جبهة اليمنى بشكل ممتاز لحسين عبد الكريم، يتحصل على خطأ أو على رمي التماس رغم المضايقة من لاعب الريان للسد. كرة نقلة أمامية مجددا حاضرة. الريان ما زال يبحث عن إمكانية العودة التي لم تأتي بعد. تنظيم دفاعي ممتاز للسد، وأعتقد أن يعني تم تصحيح الأخطاء كبير المدرب ملوك مذكرة التي أدت إلى أن السد يستقبل أربعة في المباراة الماضية، لكن حتى الآن أمام الريان متماسك رغم أن الريان يبحث عن التسجيل، إلا أن السد يؤدي بشكل ممتاز في الخط الخلفي، وعجز الريان حتى عن صناعة الفرص الخطيرة. كرة تعود بانطلاقة مجددا عند أحمد شير، حاولت الاعتماد على الحلول الفردية لا تنتج، ربما الأداء الجماعي أفضل، والحلول الفردية دائما يتم اللجوء اليها في كره القدم الحديثه في اضيق الامور واضيق الاحوال عندما تستعصي الحلول الجماعيه. نقله تروج الشاشني يمسك، لم يتعرض لاي اختبار جدي بعد حارس مرمى السد درويش الشرشني اللي يملك كرته في الخط الخلفي. تعود بنقله بعينيه حاضره، عبد الرحمن شير يملك كرة عبد الرحمن بشكل خاطئ ايضا يلعبها اللقطة الماضية. تصل في الجبهة اليمنى يوسف عبد الرزاق، ينقل كرة بينية وتقنية دفاعية من عبد الله خالد.
حاضره. خالد اليزيد يضغط بشكل ممتاز ايضا يتعامل مع الكره. عبد الله خالد لاعب وسط الميدان المحوري بالنسبه لنادي الريان. نقله اماميه وفيها خطا وركله حره ثابته ايضا لمصلحه السد. توقع الكرة للريان باتجاه خليفة المسيفري أقرب إلى داود الشرشح المرة الماضية. يمسك بشكل ممتاز. تعود النقلة من الطرف الأيمن يوسف عبد الرزاق بشكل ممتاز. يا سلام على المرور، مهارة عالية، مهارة عالية ليوسف عبد الرزاق قائد الفريق وأداء عالي، وهو المسجل الوحيد في المباراة حتى الآن. تعود الكرة بنقلة على مشارف منطقة الجزاء حاضرة لمصلحة السد ليستمر بأداء هجومي يوسف. يوسف خطوة ممتاز. الله الله الله، برافو برافو أحمد حسن حارس مرمى الريان، التصدي والإنقاذ في اللقطة الماضية، لكن الأجمل قبل ذلك الجملة الفنية الممتازة للسد ما بين يوسف عبد الرزاق وعبد الله الأنصاري. تم عبد الله بتصويبه أو كان الحسين المالكي يسدد كرة ممتازة ممتازة من الحسين للأمانة. الكرة الماضية ويتصدى لها ببراعة حارس المرمى أحمد حسن، يبعدها إلى ركنية الآن مجددا تأتي لمصلحة السد. ملعوبة لمنطقة الجزاء كانت حاضرة تبعد. تعود النقلة أمامية لمصلحة الريان، لكن جل كرات الريان حتى الآن سهلة على دفاع السد، على دفاع السد. ربما الريان عليه أن يبحث عن حلول أخرى. سلامات إن شاء الله سيف الدين شعلان. الواقع الآن على أرضية الملعب. هنا الكرة المشتركة الأخيرة. سلامات ان شاء الله لسيف الدين شعلان، يقوم بالسلامه يكمل المباراه مع باقي الرفاق والزملاء. فريق متاخر حتى الان الريان بهدف مقابل لا شيء. ويبحث عن امكانيه العوده الى اجواء المباراه. خارج أرضية الملعب، كرة الماضي تتحول إلى رمي التماس أمامنا مولود مذكر مدرب نادي السد، ورمية التماس للريان من الطرف الأيسر ومجددا أيضا تبعد إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس. لمصلحة السد اقترب من الخمس دقائق الأخيرة متابعينا مشاهدينا الكرام قبل نهاية والختام لشوط المباراة الأول. النتيجة حتى اللحظة يتقدم من خلالها السد بهدف مقابل لا شيء. كرة بينية ملعوبة سريعة لمصلحة السد في ظل هذا التقدم للاعبي الريان في من أجل البحث عن التعويض والتسجيل. مساحات موجودة والسد قد يلعب على هذه المساحات، خصوصا أنه يملك لاعبين ممتازين مثل خالد اليزيدي اللي أمامنا على الصورة وسريعين جدا، وإضافة إلى يوسف عبد الرزاق. يوسف
عبد الرزاق وجابر المري ينتهي بإبعاد جابر للكرة الماضية إلى ركلة ركنية تأتي. ركلة ركنية تأتي مجددا لمصلحة السد المتقدم بالنتيجة والباحث عن التعزيز بطبيعة الحال. لو تحصل له هذا الأمر سيعطيه مزيد أريحية في المباراة. ملعوبة الكرة داخل المنطقة حاضرة، تبعد أيضا من دفاعات الريان. كانت الركنية للسد تصل لأحمد حسن حارس المرمى في الطرف الأيمن. أحمد إلى سيف الدين شعلان، يلقى الكرة أمامية سيف الدين مبعدة لمصلحة السد. يوسف عبد الرزاق في الطرف الأيمن يقود الانطلاقة لمصلحة السد. يوسف يتوغل، يوسف يصب. ممتازة الكرة الماضية لي يوسف عبد الرزاق، يفتح لنفسه. لاحظ هنا المرور الله بشكل ممتاز ورائع، ويبحث يفتح لنفسه زاوية التصويب ويسدد له يسارية ممتازة مرت بجوار القائم كرة كانت ممتازة ورائعة لمصلحة السد، لكنها أيضا عدت ومرت. الريان ربما يتواجد بشكل أكبر في ملعب السد، لكن السد فرصة أخطر وأداء في الشق الهجومي ممتاز. والثاني الثاني يأتي وهو القائد يوسف عبد الرزاق للمرة هدف فوتوكوبي عن الأول. الكرة تنقل من الطرف الأيسر وعبد الرزاق يتابع. لاحظ النقلة، يا سلام يا سلام على الكرة الماضية للسد تأتي أمام يوسف. هنا هذه المرة جابر مع يوسف، لكن يتفوق يوسف عبد الرزاق من أمام جابر البري ويسجل الهدف الثاني لمصلحة السد بثنائية البيضاء. الآن السد يتقدم بنتيجة المباراة في شوطها الأول، سجل مع البدايات في الدقيقة 9 ويسجل الآن ونحن نقترب من النهاية بثلاث دقائق فقط متابعينا الكرام. وما بينهما عجز الريان عن فعل شيء، ما رد على هدف السد الأول. الآن هل سيرد يسعف الوقت في الشوط الأول يقلص النتيجة؟ ممكن، لكن السد بهدفين مقابل لا شيء في شوط أول يتقدم على نادي الريان. الآن اللي يهاجم من الجبهة اليمنى، الريان حتى الآن ما عنده أداء جماعي للأمانة في الخط الأمامي، يعني يعتمد فقط على مجهودات فردية، ينتظر ربما خطأ لا يأتي حتى الآن من دفاعات نادي السد، لكن أداء جماعي السلس ممكن أن يسعف الريان في إمكانية الوصول والتسجيل لم نشاهده حتى الآن، وبالتالي غابت الأهداف وقبل ذلك غابت الفرص الخطيرة الحقيقية للتسجيل. بخلاف السد يعني هو مسجل هدفين وربما أهدر مثلهما بفرص محققة أو لنقل تألق فيها حارس المرمى أحمد حسن حارس مرمى نادي الريان. تعود الكرة بنقلة في الطرف الأيسر، خليفة المسيفري في موقف تسلل، وراية المساعدة الثاني أمامنا. جابر العطوي حاضرة، وراية موجودة والتسلل ركلة حرة ثابتة. هنا أمامنا خليفة المسيفري، مهاجم نادي الريان، والركلة الحرة ثابتة ودقيقة واحدة فقط متبقية متابعينا مشاهدينا الكرام قبل النهاية والختام لشوط المباراة الأول، اللي من خلاله حتى اللحظة السد يتقدم بهدفين مقابل شيء، كلا الهدفين بأقدام قائدة. ونجمة في الخط الأمامي يوسف عبد الرزاق. رامي التماس تأتي لمصلحة الريان. عبد الله خالد، خلفية إلى أحمد حسن. ينقل الكرة تصل في وسط الميدان.
تسترد للريال في الطرف الايسر باتجاه جابر المري اللي يملك كره الان. جابر يتقدم يحاول المرور ينقلها الى عبد الرحمن شير. عبد الرحمن مر من الاول بشكل ممتاز ينقل عرضيه خليفه المسيفري للريان. الاستقبال الجيد يعطيك افضليه دائما امام الكره، لكن بالاستقبال الماضي لخليفه المسيفري الذي لم يكن جيد مرت الكره طالت من امامه وبالتالي اتاح الفرصه للمدافع للعوده والتغطيه والابعاد. فرصة كانت ممتازة للريال لكن عبد الرحمن شير. الله عبد الرحمن شير في الوقت بدل الضائع يقلص الفارق للريال. يسارية رائعة مذهلة يملكها هذا اللاعب. لاحظ الكرة من الطرف الأيمن، يعني هي نفس اللي جاءت لخليفة لكن مع الفارق في حسن استثمارها من عبد الرحمن شير. هوبا قوية بقدمه اليسرى القوية، حاول معها درويش الشرشري لكن لم يستطع من ابعادها، اصطدت بالعارضة بالقائد وفي شباك السد. هدف تقليص الفارق للريال 2-1 2-1 بعد الهدف الثاني الريال استشعر الخطورة بشكل أكبر. أتيحت له فرصة لخليفة المسيفري ولكن استثمرها عبد الرحمن شير، واعتقد أن توقيت ممتاز. الريال الآن ينهي شوط المباراة الأول، يذهب إلى غرف تبديل الملابس، قلص الفارق قبل نهاية هذا الشوط وهي وضعية ممتازة أعتقد بالنسبة له في شوط اللقاء الثاني، لكن شوط أول يقدم السد بشكل ممتاز أعتقد يتقدم من خلاله بهدفين مقابل هدف. مزيد من الحديث الفني حول هذا الشوط بطبيعة الحال عند زميل العزيز إبراهيم الكواري وضيوف الكرام. إلى هناك. تمكن من أن يتقدم بشوط اللقاء الأول بهدفين مقابل هدف. الريال في الوقت بدل الضائع للشوط الاول تمكن من تقليص الفارق، واعتقد ان كان توقيت مثالي للريان ان يقلص الفارق وبالتالي يدخل المباراه متاخر بفارق هدف، افضل من ان يكون متاخرا بفارق هدفين. الشوط الثاني ينطلق، السد بطبيعه الحال برغبه الاستمرار بالتقدم بنتيجه المباراه على اي رقم كانت. الريان في البحث عن امكانيه التعويض في 45 دقيقه ستكون متبقيه قبل نهايه هذا اللقاء ما بين الفريقين. السد هذه المرة هو من يتواجد على يمين السادة المتابعين وأمامنا المدرب ملود مذكر اللي أجرى أول تبديلات التغييرات. عبد الله الأنصاري خارج أرضية الميدان والبديل هو عبد العزيز الكندي. باقي الأسماء بالنسبة للزعيم درويش الشرشاني حارس المرمى، علي الريامي، أحمد محمد ضيف الله، خالد اليزيدي، طلال إبراهيم، عبد الله اليزيدي، فهد حمد، خالد الريامي، الحسين المالكي ويوسف عبد الرزاق. بالنسبة لتشكيلة السد اللي يتواجد في الشوط الثاني على يمين المتابعين يتحصل الآن على ركلة ركنية حاضرة بالنسبة للزعيم السداوي. سلامات سيف الدين الشعلان للمرة الثانية. سيف الدين يسقط على أرضية الملعب هذه المرة بدون احتكاك، يبدو أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية. سلامات إن شاء الله. سلامات لسيف الدين. سبق طبعا عانى من نفس المكان في الشوط الأول، الآن الشوط الثاني مجددا يسقط على أرضية الميدان وبالسلامة إن شاء الله. بالسلامة لسيف الدين. لاحظ هنا ما كان في تلامس، هو قدمه اليمنى بقدمه اليسرى لوحده يعني سقط، وبالسلامة إن شاء الله لسيف الدين. يقوم يكمل المباراة مع باقي رفاقه مع باقي الزملاء. يعالج الآن داخل أرضية الميدان، طبعا ينقل إلى خارج أرضية الملعب لتلقي العلاج لازم. طالما أن الطاقم الطبي نزل أرضية الملعب فعليه أن يغادر اللاعب ويعود إلى الملعب بعد استئناف اللاعب وبقرار من حكم المباراة بطبيعة اللقاء. بالسلامة شارة لسيف الدين الآن إلى خارج أرضية الملعب. هل سيكمل مع باقي زملائه؟ القرار طبعا يعود للطبيب المعالج، يشير إذا كانت الإصابة طبعا لا تحتمل فسيشير المدرب بالتبديل، لكن لدينا ركنية ملعوبة لمصلحة السد في صافرة قبل ذلك. هي فيها هدف لكنه يلغى لأن قبل أن تصل الكرة إلى خالد اليزيدي اللي أمامنا على الصورة كانت هناك صافرة من حكم المباراة محمد ناصر يشير إلى وجود خطأ لمصلحة الريان. الريان على اليسار، الريان لم يجري أي تبديل أي تغيير. أحمد حسن في حراسة المرمى الذي تألق
بشكل ممتاز في الشوط الأول. لدينا سيف الدين شعلان، عبد الرحمن شير، محمد عفيفة، علي اليزيدي، علي العبيدي، خليفة المسيفري، مسعود الرحبي، عبد الله خالد، جابر المري، وخالد علي. هي تشكيلة هنا هنا هنا. هذه اللقطة اعتبر حكم المباراة خطأ، فيها دفع باليد من لاعب السد علي الرياني ضد لاعب الريان عبد الله خالد، وبالتالي يعني اعتبر الخطأ قبل ذلك من حكم اللقاء. تعود الكرة مجددا عموما لمصلحة السد. يبدأ السد الشوط الثاني مهاجما بخلاف المتوقع، على اعتبار ان الريان المتأخر بالنتيجة، والريان من يبحث عن إمكانية العودة الى اجواء المباراة. تتحول الكرة إلى خارج أرضية الملعب، لكن احنا نشاهد الشوط الثاني ومع بداياته الريان يحقق أفضلية، أو السد يبدأ بداية هجومية يتحصل على ثاني الركلات الركنية، وكان عنده خمس ركلات ركنية في الشوط الأول، الآن ثاني الركلات الركنية في الشوط الثاني قبل أن تنقضي الخمس دقائق الأولى. ملعوبة الكرة رأسية لكنها تعتلي العارضة خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هنا أمامنا علي الريامي مدافع السد المتقدم بطبيعة الحال في الكرات الثابتة، يلعب الرأسية لكنها تعتلي العارضة ومباشرة إلى ركلة مرمى لمصلحة الريان. في الخط الخلفي الكرة للريان من الطرف الأيمن إلى سيف الدين شعلان، عاد إلى أرضية الميدان ليكمل المباراة. تلقى الكرة باتجاه خليفة المسيفري لكنها تقطع من أمامه، صراع على الكرة، والأخير خطأ لمصلحة علي العبيدي. هنا اللقطة الماضية الصراع ما بين علي العبيدي وما بين خالد الريامي، وتنتهي بخطا لمصلحة الريان. تبقى الأمامية، خليفة المسيفري يحاول في اللقطة الماضية لكن أيضا الكرة تبعد من أمامه. تعود بنقلة صافرة موجودة، صافرة حاضرة، وخطأ أيضا خطأ خطأ ولمصلحة السد. أمامنا ملود مذكر، هنا لاحظ تدخل يوسف وصافرة حكم المباراة محمد ناصر اللي يشير إلى وجود خطأ. نقلة أمامية ملعوبة من الطرف الأيمن، انطلاقة لمصلحة الريان. علي اليزيدي يحاول التوغل والمرور في سقوط حكم المباراة، لا يلتفت إلى ذلك السقوط، يشير للاستمرارية، والكرة طبعا تتحول إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى تأتي لمصلحة السد. داود الشرشمي قصيرة إلى علي الريامي، الريامي في الطرف الأيسر إلى أحمد ضيف الله، ينقل الكرة أمامية ضيف الله، تبعد أيضا من دفاعات الريان. سيف الدين وإلى خارج أرضية الملعب. أمامنا كان مسعود الرحبي صاحب الإبعاد الماضي، والكرة إلى رمي التماس لمصلحة السد. تنفذ سريعا يوسف، هتخذ تقطع من أمامه لمصلحة الريان الآن من الطرف الأيمن. تلقى الكرة ساقطة باتجاه عبد الرحمن شير، مرت من الدفاع، الإبعاد كان سيء، تعود مجددا لعبد الرحمن شير، يتقدم عبد الرحمن، يحاول هو يحاول أن يفتح الكرة، يفتح لنفسه زاوية التصويب على قدمه اليسرى المميز عبد الرحمن شير، لكن أيضا أبعدت من دفاعات السد. وإلى خارج أرضية الملعب مباشرة الكرة إلى رمي التماس. هنا اللقطة الماضية تدخل عبد الرحمن شير أيضا، الصافرة والخطأ، الصافرة والخطأ لمصلحة السد. تبقى الكرة أمامية، يوسف خطير من الطرف الأيمن يستلمها يوسف، لكن برافو هذه المرة جابر المري يتفوق في التدخل والإبعاد، ينقل الكرة في وسط الميدان، تعود إليه مجددا جابر، يحاول المرور للتخلص، صافرة موجودة، صافرة وخطأ أيضا يشير حكم المباراة محمد ناصر، وبطاقة صفراء، وبطاقة صفراء تظهر ضد جابر المري، ما هو راضي على قرار حكم المباراة. هنا اللقطة الماضية الخطأ اللي احتسب حكم هو جابر على الكرة،
لكن بعد ذلك الكرة وصلت إلى لاعب السد وتداخل على قدم لاعب السد، وبالتالي قرار حكم المباراة محمد ناصر أعتقد أنه سليم، وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة السد في مكان خطير. يوسف عبد الرزاق صاحب الهدفين ينقل الكرة ساقطة خطيرة داخل المنطقة، ما زالت قائمة للسد. المرور إبراهيم، كرة عرضية على النيران الصديقة الآن في شباك الريان، السد يسجل الثالث. لاحظ الكرة كانت ثابتة، مرت وصلت للمدافع المتقدم طلال إبراهيم، مر بشكل ممتاز ونقل عرضية لم تجد المتابعة من لاعبي السد، إنما وجدت الخطأ في التعامل مع الكرة من لاعب الريان، على ما يبدو أن قائد الريان فعلا قائد نادي الريان عبد الله خالد عبد ربه هو من يخطئ في إبعاد الكرة الماضية، يسكنها في شباك فريقه بالخطأ، في شباك فريقه بالخطأ، والهدف الثالث للريان بالإيران صديقه. يا عبد الله ما عليك، عادي، تصير جدا في عالم كرة القدم، وراح تصير طالما بقيت مباراة في كرة القدم يا عبد الله يا خالد. لكن المهم للسد ان الان يتقدم بالهدف الثاني، هو بحث عن هذا الهدف السد منذ انطلاقة الشوط الثاني في المباراة، وفي الدقيقة الثامنة الان نصر التاسعة يسجل كما فعلها في الشوط الاول. الشوط الاول بعد 9 دقائق سجل، الشوط الثاني بعد 8 دقائق سجل، ويواصل هجوم السد. كرة بنقلة من الطرف الايمن حاضرة، عبد الله خالد يتدخل ويبعد هذه المرة من الطرف الايسر لمصلحة الريان. محمد عفيفة وسط الميدان إلى علي العبيدي، يلقى الكرة تصل مجددا، محمد عفيفة إلى عبد الرحمن شير في الجبهة اليسرى، عبد الرحمن يملك الكرة يحاول المرور، يلقى العرضية ممتازة لمسافري. لا يا خليفة، لا يا خليفة لمسافري، ماذا يريد أفضل من هذه؟ برافو عبد الرحمن شير، برافو لعيب والله لعيب، يا سلام يا سلام يا سلام، الله على العرضية، الله على العرضية، هذه لعبة كبار يا عبد الرحمن يا شير، لعيب 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 عبد الرحمن شير، لعيب من سجل هدف الريان الوحيد في نقلة العرضية الماضية متقنة، رغم المضايقة الدفاعية اللصيقة لكنه تمكن من أن يلعب عرضية. يا خليفة لا أعتقد أن توجد عرضية أفضل مما شاهدناها من عبد الرحمن شير للأمانة، بالمقاس بالمقاس في أفضل مكان ممكن يضع فيه خليفة عبد الرحمن شير الكرة، لكن خليفة المسافري يهدر للريان، يهدر للريان. كان في الشوط الأول أيضا فرصة لخليفة أدارة، الآن في الشوط الثاني الريان أعتقد أن في ظل تأخره بفارق هدفين الآن ب3-1 يحتاج أن يستغل أنصاف الفرص لا أن يهدر الفرص الحقيقية. ركلة مرمى حاضرة، لكن ممتاز ممتاز عبد الرحمن شير. جابر المري من الطرف الأيسر ينقل الكرة أمامية تقطع لمصلحة السد. تعود مجددا في الطرف الايسر، هجوم سداوي يستمر الان. عبد الله يملك كرته يحاول المرور، الان ياتي الاسناد من الزملاء، العرضيه من ضيف الله داخل منطقه الجزاء. احمد ضيف الله يلعب الكره العرضيه لكنها تبعد، محمد ضيف الله، تعود الكره مجددا حاضره لمصلحه السد. وبروح رياضية أيضا إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس، يبدو أن أحد لاعبي السد واقع على أرضية الميدان فعلا. سلامات إن شاء الله، سلامات عبد الله اليزيدي الواقع الآن على أرضية الملعب. عبد الله اليزيدي لاعب نادي السد يقوم بالسلامة طبعا بمعاونة حكم المباراة محمد ناصر، يدير المباراة بشكل ممتاز حتى الآن محمد ناصر. هنا عبد الله اليزيدي الكرة الماضية طبعا في كان تلامس تدخل من سبتي شعلان، لكن محمد ناصر اعطى مبدا اتاحه الفرصه. الكره وصلت للزميل. رامي التماس تاتي لمصلحة السد الآن في الخط الخلفي إلى طلال إبراهيم، يملك كرة طلال وسط الميدان إلى علي الكندي، وهنا فهد حمد إلى طلال إبراهيم في الخط الخلفي مجددا، يملك كرة طلال
يبحث عن زميل، هناك ضغط من لاعبي ريان حاضر، يضطر العوده في الخلف الى حارس مرمى درويش الشرشلي، من لمسه درويش الى علي الريامي، برافو علي في الطرف الايسر الى احمد محمد ضيف الله، يقل الكره اماميه لكنها مبعده ايضا، تعود لمصلحه السد بنقله في وسط الميدان، حاضره للريان علي العبيدي، هتخذ ما بينه وبين عبد الرحمن شير، لاعب ممتاز عبد الرحمن شير للامانه، الان يتقدم يلعب الكره لكنها مبعده تعود الى طلال ابراهيم في الخط الخلفي لمصلحه السد، الريان مجددا في هذه المباراه يبقى قدر فقط ان يلاحق السد ويبحث عن امكانيه العوده الى اجواء اللقاء، هو يتاخر بفارق هدفين الان، السد يتقدم بثلاثه مقابل واحد، تعود النقله من الطرف الايسر الى رمي التماس حاضرا لمصلحه الريان، جانب من بعض الجماهير طبعا في المدرجات، رمي التماس للريان، الريان طبعا كل الاسماء اللي موجوده معاه على الدكه، كلهم من فريق تحت 17 عام، عبد الله المري، عبد الله المري، صدام الشمري، تميم العبد الله، وعبد الله الطاهري، هي الاسماء اللي موجوده للريان في دكه البدلاء، بينما السد عنده يعني ثلاثه فقط او اربعه، دش واحد عبد العزيز الكندي، هناك حمد المسيكي، عبد الرحمن يونس، ومصطفى طارق في الطرف الايسر، هنا طبعا الشد الواضح والخطا يحتسب لمصلحه الريان، تعود الكره بنقله في الطرف الايسر للسد الرابع، برافو مجددا يوصل تالقه حارس المرمى احمد حسن ويبعد كرة الهدف الرابع للأمانة، كرة هدف رابع كانت حاضرة لمصلحة السد من أمام خالد اليزيدي، يتألق مجددا حارس المرمى أحمد حسن، أداء ممتاز، أداء ممتاز وعالي ورائع حتى الآن لحارس المرمى أحمد حسن، يتدخل ويبعد الكرة الماضية ركنية ملعوبة لمصلحة السد داخل المنطقة، تدخل والى خارج ارضيه الملعب، ايضا الكره تتحول الان الى ركله مرمى للريان، برافو احمد حسن، برافو للامانه، اداء ممتاز لحارس المرمى احمد حسن، لاحظ خروجه، الله الله الله، برافو 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 والله برافو حارس المرمى احمد حسن، تقريبا ثلاثه اهداف شبه مؤكده للسد انقذها احمد حسن، تعود الكره مجددا بنقله اماميه حاضره، المباراة حتى اللحظة للأمانة السد من خلال الأرقام والنتيجة المسجلة أمامه، تعود الكرة برمي التماس، يوسف عبد الرزاق في وسط الميدان لمصلحة السد إلى البديل مصطفى طارق، يقل في الطرف الأيسر، تصل الى عبد الله اليزيدي لكن في موقف تسلل، عبد الله في موقف تسلل، وبالتالي رايه هنا امامنا المساعد الثاني جابر العطوي، طاقم تحكيم يؤدي مباراه بشكل ممتاز حتى الان، ولدينا اول التبديلات في تشكيله الريان، محمد طالب عفيفه
الى خارج ارضيه الملعب. وعبد الله محمد البري هو اللاعب البديل. هنا فعلا قرار سليم، قرار سليم للمساعد الثاني جابر العطوي مساعد حكم المباراه الثاني. ولحظه التمرير كان عبد الله اليزيدي في موقف تسلل. ركله حره ثابته تاتي لمصلحه الريان. ملعوبه بنقله بينيه ممتازه لمصلحه الريان، لكن تصل سهله ايضا الى درويش الشرشاني حارس مرمى السد. تعود الكره بنقله في الخط الخلفي للريان. عبد الله خالد يملك كرة، عبد الله خالد بالخطأ سجل في شباك فريقه إلى جابر المري في الطرف الأيسر. جابر يحاول التوغل المرور، ينقل كرة بينية ممتازة الآن لمصلحة الريان. خالد علي، خالد في الطرف الأيمن إلى سيف الدين شعلة. سيف الدين وبرافو، برافو، أداء دفاعي آخر مميز بالنسبة لدفاعات نادي السد. والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس تأتي للريان. مقولة من خارج المنطقة، عبد الله البري يلعب تمريرة بينية، عبد الله لكنها أيضا خاطئة تماما خارج أرضية الملعب. إلى ركلة مرمى تأتي لمصلحة السد. ركلة مرمى للسد، 20 دقيقة تقريبا لعب الآن متابعينا مشاهدينا الكرام على انطلاقة شوط المباراة الثاني. السد يتقدم بثلاثة أهداف مقابل واحد. الشوط الثاني يشهد هدف وحيد فقط لمصلحة السد. تبديل آخر في صفوف نادي الريان. يغادر سيف الدين شعلان خارج أرضية الملعب، وعبد الله محمد المري ينزل أرضية الملعب. عندنا اثنين عبد الله محمد المري في تشكيلة نادي الريان كانوا على دكة البدلاء، وكلاهما الآن ينزل أرضية الميدان. نقلة حاضرة من الطرف الأيمن لمصلحة الريان. هنا علي العبيدي أحد اللاعبين الممتازين بالنسبة لنادي الريان في وسط الميدان. كرة أمامية ملعوبة لمصلحة الريان من الطرف الأيسر، تبعد أيضا من دفاعات السد، تعود في وسط الميدان. علي اليزيدي إلى علي العبيدي. علي بشكل ممتاز ينقل كرة بينية حاضرة لليزيدي. علي يلعبها لكن تصطد أيضا وتبعد. السد في الريان في وضعية هجومية، والسد الآن يحاول أن يلعب على المساحات. تعود الكرة بنقلة في الطرف الأيسر. عبد الرحمن شير يملك كرة لمصلحة نادي الريان. عبد الرحمن احمد محمد ضيف الله ينقل الكره الاماميه الى عبد الله اليزيدي. عبد الله اليزيدي السلام، مرور بشكل ممتاز داخل المنطقه، يتوغل والدفاع الرياني يتدخل، وصافره تاتي بعد ذلك من حكم المباراه محمد ناصر يشير الى وجود خطا لمصلحة الريان. كرة من أقل داخل منطقة الجزاء الريانية مجددا كانت حاضرة لكنها تبعد. تعود من الطرف الأيسر، تتحول إلى رمي التماس. يوسف عبد الرزاق في وسط الميدان. يوسف يعني الكرة أمامية لكنها سهلة
إلى حارس المرمى أحمد محمد. أحمد حسن حارس مرمى الريان الذي تألق بشكل ممتاز في شوط المباراة الأول وفي الثاني في هذا اللقاء عموما، رغم أن شباكه اهتز ثلاثة مرات إلا أنه أنقذ مثلها تقريبا. تعود الكرة بنقلة. عموما احنا عندنا بعد هذه المباراة هنالك لقاء الوكرة ودي حيل أيضا راح يكون حاضر في هذه الجولة من بطولة دوري فئة تحت 19 عام. تدخل في اللقطة الماضية بشكل قوي نوعا ما من أحمد محمد ضيف الله ضد خليفة المسافري. وبالتالي خطأ وركلة حرة ثابتة حاضرة لمصلحة الريان. منقول الكرة في منطقة الجزاء خطيرة ما زالت قائمة للريان بمبدأ الأمام خارج أرضية الملعب. بمبدأ الأمام خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس ذاتي أو ركلة ركنية. يحيفون الصراع في اللقطة الماضية والكرة إلى ركنية حاضرة لمصلحة الريان. ملعوبة داخل منطقة رأسية إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس أو ركلة مرمى تأتي لمصلحة السد. نقترب من آخر 20 دقيقة لعب متبقية متابعينا مشاهدينا الكرام قبل النهاية والختام. والنتيجة حتى الآن طبعا السد يتقدم من خلالها بثلاثة أهداف مقابل واحد. ربما أن يعني يثبت أن المباراة الماضية أمام أم صلال كانت كب وجواد ليس إلا عندما خسر بالأربعة مقابل اثنين أمام صقور بازار. ملعوبة رمية التماس. للريان إلى علي اليزيدي يأتي الكرة الأمامية باتجاه عبد الرحمن شير لكنها تبعد أيضا. صراع وسط الميدان ينتهي لمصلحة الريان. خالد علي خلفية لعبد الله خالد إلى خالد علي مجددا يمر بشكل ممتاز إلى عبد الله المري يملك كرة في الجبهة اليمنى. عبد الله سلام بشكل ممتاز لاعبي الريان يتخلصوا من الضغط في اللقطة الماضية. تعود الانطلاقة ريانية موجودة خالد علي فيها دفع وفيها خطأ أيضا فيها دفع وفيها خطأ. ركلة حرة ثابتة تأتي الآن للريان مكان ممتاز ومكان خطير لمصلحة نادي الريان. تقدم أكثر من لاعب عبد الرحمن شير يلعب أرضية زاحفة في الطرف الأيمن بعرضية كانت من عبد الله المري لكن كرة عبد الله أيضا خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى تأتي ركلة مرمى تأتي لمصلحة السد. نقلة أمامية لمصلحة السد تقطع للريان في وسط الميدان صافرة من حكم المباراة محمد ناصر يشير إلى وجود خطأ أيضا وركلة حرة ثابتة لمصلحة الريان تنفذ سريعة أمامية تنقل باتجاه علي اليزيدي لكنها تبعد من امامه. تعود للسد. الدقائق الماضيه نشاهد الريان يتواجد بزياده عدديه وجود فترات اللعب في ملعب نادي السد امر طبيعي جدا في ظل ان السد يتقدم بثلاثه والريان يبحث عن امكانيه العوده والتعويض وبالتالي يؤدي اداء هجومي الريان الان لكنه يواجه دفاع منظم بشكل ممتاز للسد. تعود الكرة بنقلة خطيرة للريان داخل منطقة الجزاء. برافو برافو علي الريامي المدافع في اللقطة الماضية تدخل بشكل أكثر من رائع من أمام علي اليزيدي
وبعد الكرة طالت الكرة الأخيرة وفعلا فيها رمية تماس للريان. هنا علي اليزيد استقبل بشكل جيد لكن برافو لأحمد ضيف الله. أحمد ضيف الله صاحب التغطية والإبعاد الدفاعي الماضي بشكل مميز. تعود الكرة مجددا. بنقلة حاضرة لمصلحة الريان. كل لاعبي الريان ولاعبي السد الآن في ملعب السد، الكل باستثناء حارس المرمى أحمد حسن للريان. تعود الكرة بنقلة في الخط الخلفي إلى علي الريامي. ياكلها أمامية مصطفى طارق. يوسف عبد الرزاق. انطلاقة يوسف تتوقف لأن الكرة تجاوزت خط التماس وبالتالي تحولت إلى رمية تماس لمصلحة الريان. أمامنا عارف عوض خلاص وقف يعطي التعليمات يعطي التوجيهات. فريق متأثر بثلاثة مقابل واحد وهنا نقلة بينية لكنها تصل أيضا إلى حارس المرمى درويش الشرشر. كرة مقبولة فيها تدخل وصافرة أيضا حاضرة وخطأ لمصلحة الريان. كرة تنفذ سريعة حاضرة للريان في وسط الميدان. يقود انطلاقة من الطرف الأيسر فيها تقدم ومحاولة مرور تبعد للسد في الطرف الأيسر. أحمد ضيف الله صافرة حاضرة وحمد خالد اليزيدي في موقف تسلل في اللقطة الأخيرة. تبديل آخر في تشكيلة السد. محمد علي راح ينزل أرضية الميدان وعبد الله اليزيدي يغادر. عبد الله اليزيدي إذا إلى خارج أرضية الملعب. محمد علي المسيكي هو اللاعب اللي ينزل أرضية الملعب في ثالث التبديلات في تشكيلة السد وخيارات المدرب مالود مذكر. ونتحدث عن أقل من ربع ساعة متبقية متابعينا الكرام، أقل من ربع ساعة متبقية قبل نهاية المباراة والسد بثلاثة مقابل واحد يتقدم بنتيجة المباراة. تعود الانطلاقة من الطرف الأيسر حاضرة. تدخل بشكل ممتاز دفاعي والكرة خارج أرضية الملعب. رمي التماس. تعود للريان في الطرف الأيسر. عبد الله خالد نقلة أمامية من جابر بعرضية داخل منطقة الجزاء حاضرة. تعود مجددا للريان. عبد الله خالد في وسط الميدان إلى عبد الله المري. عبد الله يعيد الكرة في الخط الخلفي. الريان يحاول طبعا أن يجد ثغرة وطريق للوصول إلى شباك السد لكن كل الطرق حتى الآن مغلقة. كل الطرق مغلقة. نقلة العرضية داخل المنطقة لا تصل إلى خليفة المسافري. تعود بصافرة حاضرة وخطأ أيضا خطأ لمصلحة السد
الكرة الماضية. وبطاقة صفراء تظل أمامنا ضد مسعود الرحبي. بطاقة صفراء. نحن تدخل ضد يوسف عبد الرزاق لاعب مشاكس ومزعج بشكل كبير جدا. يوسف عبد الرزاق يتحصل على خطأ في اللقطة الماضية. تعود الكرة بركلة حرة ثابتة لمصلحة السد داخل المنطقة. خطيرة ما زالت قائمة لكنها تبعد. تعود للسد من الطرف الأيمن. خليفة المسافري يحاول لكن كرة مبعدة أيضا. تعود في الطرف الأيسر. مسعود الرحبي خلفية إلى حارس المرمى أحمد حسن ينقلها في الجبهة اليسرى. الانطلاقة مجددا الريان لا جديدة جدا حتى اللحظة. الريان يحاول بكل ثقل بكل ثقل وداء الهجوم ومحاولاته من أجل إمكانية العودة إلى أجواء المباراة. هنا تدخل عبد الرحمن شير ضد يوسف عبد الرزاق والخطأ طبعا يأتي لمصلحة السد والركلة الحرة الثابتة. لكن كل محاولات الريان تلك حتى الآن لم يكتب لها النجاح وما زالت الطرق مغلقة أمام نادي الريان. السد بنقلة أمامية أدي أداء ممتاز فيما يتعلق بالهجوم. ممكن الرابع ممكن لا 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 استعجل خالد اليزيدي استعجل جدا في الكرة الماضية. خالد اليزيدي يعني إيه هو انفراده وكانت أمام المساحة وما في أي مضايق لكن أعتقد أن تعقد أمام حارس المرمى أحمد حسن. مرة ثالثة مجددا أحمد حسن حارس الريان يتفوق على خالد اليزيدي. هنا أمامنا كرة خالد اليزيدي وفرصة هدف اللقاء الرابع. أعتقد لو سجل خالد ستكون رصاصة الرحمة خلاص ستقضي على كل آمال نادي السد. لاحظ الاستغراب قبل أحد الجماهير على إهدار الفرصة الماضية من خالد اليزيدي. استعجل فعلا استعجل ولعب الكرة بشكل غريب. عموما تعود بنقلة مجددا في الطرف الأيسر. للريان الابعاد والى خارج ارضية الملعب. تفضل
ملعوبة. الكرة من الطرف الأيمن. فيها صافرة وفيها خطأ أيضا. خطأ وركلة حرة ثابتة. للريال تنفذ قصيرة. لسه يوسف عبد الرزاق المساحة موجودة هنا. خالد اليزيدي يملك كرة. خالد ينطلق. خالد يبحث عن المرور. ينقل كرة عرضية لكنها لا تصل أيضا. لا تصل. تعود لمصلحة الريال. من الطرف الأيمن نقلة أمامية. عبد الله المري بشكل ممتاز يمر يتقدم. عبد الله يحاول التقدم لكن كرة تقطع. خطأ وركلة حرة ثابتة. لاحظ هنا الانطلاقة الماضية لخالد علي والخطأ أيضا الذي يأتي لمصلحة. وفيها بطاقة صفراء. فيها بطاقة صفراء تظهر ضد فهد حمد. ركلة حرة ثابتة للريال. المكان ليس ببعيد. جابر المري هو من يتقدم لتنفيذ الركلة الحرة الثابتة القادمة لمصلحة الريال. كرة ملعوبة من جابر داخل المنطقة. الدفاع يبعد. خليفة المسيفري كرة الماضية خاطئة تعود مجددا لمصلحة نادي الريال إلى خليفة. يفقد كرة بسهولة خليفة المسيفري. نقلة أمامية لكن تصل سهلة أيضا إلى حارس المرمى أحمد حسن. تبديل آخر في تشكيلة الريال. تميم منصور راح ينزل أرضية الملعب وخليفة المسيفري هو اللاعب اللي يغادر خارج أرضية الملعب. تميم منصور إذا ينزل أرضية الملعب. ابن الأسطورة هذا ابن الأسطورة تميم منصور. مفتاح العبد الله بطبيعة الحال يعني ممكن ابن الوزع وام على خطى والده. نتمنى ذلك وان يعود لنا منصور اخر لكن صعب 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 جدا ان يكون هنالك اكثر من نسخه لمنصور. الانطلاقه عموما تاتي لمصلحه الريان. عبد الرحمن شير يملك كره. عبد الرحمن يحاول التقدم يبحث عن اسناد. الكره عرضيه لكن تبعد ايضا من امامه. كرة ملعوبة وسط الميدان مجددا لمصلحة الريال لكنها تقطع. خطيرة للريان. العرضية أو للسد العرضية داخل المنطقة. هذه المرة يبعد مسعود الرحبي. تعود الكرة بانطلاقة من الطرف الأيمن. عبد الله وخالد علي إلى عبد الرحمن شير. عبد الرحمن ينقل كرة ساقطة لمصلحة الريان. ما فيها راية فيها هجوم يأتي للريان. تصل في الطرف الأيسر. ما زالت الاستمرارية لكن لاحظ الكثافة العددية للسن. لاحظ الكثافة العددية والجدية تماما بالنسبة لأداء لاعبي السد في اللقطة الماضية. لا يقول لك احنا خسرنا مباراة ماضية لن نخسر اثنتين على التوالي. هذه هي شخصية الزعيم السداوي. كرة بنقلة أمامية. صح
كره في الطرف الايسر لمصلحه الريان مجددا الانطلاقه حاوله المرور لكنها تطول الى خارج ارضيه الملعب الى ركله مرمى التبديل الاخير في تشكيله السد الاخير لان خلاص استفل تبديلات السد عبد الرحمن يونس راح ينزل ارضيه الملعب ويوسف عبد الرزاق يغادر اذا يوسف عبد الرزاق يغادر صاحب هدفين من الاهداف الثلاثه لنادي السد يغادر الان الى خارج ارضيه الملعب وعبد الرحمن يونس هو اللاعب البديل هذا بهذه الطريقه الان مالوت مذكر مدرب نادي السد فانه يبدل كل الدكه كل اللاعبين الاربعه اللي معاه على الدكه يدفع بهم الى ارضيه الميدان بالمناسبه السد كان يلعب بدون حارس احتياطي يعني لا قدر الله لو ان اصيب حارس المرمى او تعرض لاي اشكاليه لا يستطيع ان يكمل المباراه على اثرها سيلعب السد دون حارس مرمى لكن خلاص الامور مرت بسلام تعود الكره مجددا للريان نقله بينيه اتجاه خليفه المسافري لكنها تبعد ايضا من امامه كرة بنقلة عرضية خطيرة للريان داخل المنطقة من أمام عبد الله محمد المري البديل في الشوط الثاني أبعد تعود مشعل طارق يقل الكرة إلى عبد الله اليزيدي في الطرف الأيسر لمصلحة السد محاولة التقدم المرور النقلة البينية السداوية الآن حاضرة حمد علي يملك كرته حمد علي بعرضية الرابع مصطفى طارق يرفض أن يسجل الرابع للسد وصلت إليه الكرة على الطبق سمى ما شئت ذهب الماس أي كان لأن لاحظ هو في خط الستة ياردة خالي تماما من أي رقابة تذكر لكنه يطيح بالكرة خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى للريان أكثر من مرة أتيحت للسد أنه يحسم المباراة وينهيها لكنه أهدرها وعموما الوقت الأصلي ينقضي الآن متابعينا مشاهدينا الكرام وثلاث دقائق وقت بدل ضائع بطاقة حمراء ليش يا عبد العزيز يا الكدي ليش في اللقطة الماضية يتحصل على البطاقة الحمراء دون داعي فريقك فايز وبالثلاثة والمباراة تلفظ انفاس الأخيرة لاحظ هنا ما بينه وما بين جابر المري الصراع الثنائي فعلا تدخل متعمد ما له أي داعي ما له أي داعي يا عبد العزيز يا الكدي أبدا أبدا هذه سوء سلوك وروح رياضيه سيئه يا عبد العزيز الكندي لا 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 يمكن يعني احنا الشيء السيء سنقول عليه السيء تماما عبد العزيز الكندي تعود الكرة بنقلة خطيرة الثاني للريان الدربكة لكنها ما كملت للريان ما زالت مستمرة العرضية داخل المنطقة تبعد ليس إلى بعيد تعود بالتصويبة خالد علي خاطئة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى خلاص أعتقد خلاص هي ثلاث دقائق وقت بدل ضائع ومرت دقيقتين هذه الكرة الخطيرة أمام عبد الله خالد اللي سجل بالخطأ في شباك فريقه وتيحت له إمكانية التعويض هنا في اللقطة الماضية داخل المنطقة
الكرة كانت حاضرة لمصلحة الريال لكنها تبعد تعود مجددا. اعتقد الان خلاص الامور باتت محسومة، الامور باتت محسومة للسد اللي يتقدم بثلاثة مقابل واحد في وقت بدل ضائع. انتهى ايضا الان اللي قدر حكم المباراة محمد ناصر بثلاث دقائق، تنقضي الان الثلاث دقائق، نعيش خلاص في انتظار صافرة الحكم اللي ممكن ان تأتي في اي لحظة، في اي لحظة. الكرة ما زالت للريان، تصويبة عبد الله خالد تستطيع تعود مجددا ريانية، خالد علي ساقطة الى عبد الله خالد، عبد الله خالد الكرة ايضا خاطئة تصل سهلة الى درويش الشرشني حارس مرمى السد. الكرة من الطرف الايمن لمصلحة السد، وفعلا هنا الان متابعينا الكرام محمد ناصر حكم المباراة يطلق صافرة الختام، السد ثلاثة الريان واحد. مبروك للسد، هاردك للريان. مزيد من الحديث الفني حول هذه المباراة عند الزميل العزيز إبراهيم الكواري، إلى هناك.